أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لمن يكون له منزل في مكة ومنزل في الرياض، فهل يدخل في مسألة صاحب الدار من حيث أنه إذا تجاوز الميقات فإنه يصير حكمك حكم أهل الرياض، إذا مررت بالميقات حكمك حكم أهل هذا الميقات، تحرم منه ولا تقول أنا لبيت في مكة. حتى أهل مكة إذا خرجوا منها إلى الجهات ورجعوا يريدون العمرة يحرمون من الميقات، ما يقولون حنا من أهل مكة. هنا نعم.